مليون مبروك لكل مصر، مليون مبروك للشعب المصري، مليون مبروك لمنتخبنا اللي يمكن معيد علينا باحلى عيديه وصعوده لدور الثمانيه. خلينا نقول مباراه كانت ولا اروع، راحت وجت وراحت وجت، كنا سياد المباراه من اولها لاخرها. شويه في الشوط الثاني اعصابنا بقت متوتره، ولكن في النهايه رجاله مصر كانت قد الحدث وقد الكلمه وقد المباراه، قدروا يطلعوا بنتيجه فرق 37-23. مليون مبروك لشبابنا اللي فعلا عنده عزيمه واراده، قدر من حاله في الشوط الاول ولا اروع بفرق يمكن الضعف زي ما احنا بنقول 16-8، يخش الشوط الثاني شويه دروب، لكن يقدر تاني على طول ماجد أبو المجد ورجاله يتداركوا الموضوع، يقفوا وقفه رجاله، يقدروا يرجعوا تاني بالنتيجه عشان يطلعوا بفارق 27-30، فرق 7-30-23. فرحه انا عن نفسي واقف، يعني مش عايز اقول لكم الشعور، اكيد كل المتابعين على شاشتكم تايم سبورت اللي نقلت لكم المباراه على الهواء مباشره، وشاركت كل اسره اليد واسره الرياضه المصريه الفرحه لكل المصريين في يوم العيد الرابع. وان شاء الله بالشكل ده طمعونا كتير قوي 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 يكون عندنا ميداليه في هذه البطوله. خلونا يبقى عندنا حماس كبير جدا. اللعيبه دي خلينا نقول من افضل اللعيبه اللي لازم نحافظ عليها. زي ما معاكم من قلب الحدث، زي ما نقلنا لكم مباراه مباشره، هنروح تاني مباشره لقلب الحدث من مقدونيا. هيكون معانا الكابتن عبدو عبد الوهاب عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه، وش السعادة اكيد على البعثه، اكيد لما تبقى رئيس بعثه بتفرق معاك قوي النتائج الايجابيه بالشكل ده. كابتن عبدو مليون مبروك. ألف مبروك، مبروك لمصر كلها، مبروك لكرة اليد، مبروك للرياضة كلها المصرية. إن شاء الله إن شاء الله الفريق ده إن شاء الله، يعني إن شاء الله كلنا وراه كده، إن شاء الله عايزين بإذن الله نرجع إن شاء الله نعمل حاجة كويسة لمصر. كابتن عبد مش عايز اقول لك احنا شعورنا واحنا بنتابع هنا عاملين ازاي، كل المصريين بطبيعه الحال وانا واحد منهم واحنا بنتشاهد المباراه، وشويه كده الشوط الثاني خدنا في حماسه شويه لما كان عندنا عقم تهديفي شويه في البدايات، سلوفينيا بدات الى حد كبير تحاول ترجع، ولكن سريعا لما تداركنا الموقف بقى عندنا الانفعالات والاهات عليت هنا. مش عايز اقول لك احساسنا بالفوز ده طعمه قوي جدا جدا في هذه المباراه. لا انا بشكر الحمد لله عندنا جهاز فني على اعلى مستوى. صحيح. عايز اقول لك بس نكتب كده ما بين قوسين جهاز فني صنع في مصر يا كابتن عبد الوهاب، عايزين بس نقولها دي، جهاز فني صنع في مصر. جهاز مصري كامل، ناس عندها خبرات، ناس لعيبه دوليين على مستوى عالي، بتدرب على اعلى مستوى. الكابتن مجدي وجدي معاه حاول يوزع المباراه على كل فرقه، وكابتن مجدي عنده مجموعه كويسه جدا. كنت منقذ لاكتر من كوره كمان. خليني اقول لك ان انت كنت لحد ما دافع معنوي كبير جدا لكل اللعيبه اللي في الملعب. ربنا يخلي حضرتك، هو احنا كلنا يعني على قلب راجل واحد، كان اهم حاجه لينا مش مين اللي ياخد الجائزه بعد نهايه المباراه، والفرقه كلها بتساعد بعض، مش يمكن الشوط الثاني كسبانين فرق كتير، فزي ما تقول في ناس ريحت او حست ان الماتش قرب خلاص. لما سلوفينيا رجعت المباراه بسرعه تاني، واحنا ابتدينا نفوق تاني ونركز وناخد بالنا ان الماتش لسه ما خلصش يعني. الحمد لله عرفنا نرجع تاني بالنتيجه زي ما بدأنا. مين افضل انقاذ ليك؟ ويمكن شفنا كده انت عملت كره انقاذ وجيت تطلعها، تردد سريعا مره تانيه لسلوفينيا، رحت انت تاني مره صديت الفاست بريك ده مره تانيه، ورحنا وشفنا كده تشجيع من كابتن روبي ليك بعد الانقاذ ده. لا عشان هي غلطتي فكان لازم اشيلها بصراحه، عشان كانت في الشوط الاول تتذكرها. انا ومؤمن يعني هو كويس جدا ودايما واقف في ظهرنا، حتى لما تخش فينا كوره حتى لو غلطتنا او كده دايما يعني بيقومنا تاني وكلامه لينا دايما. جوم من يمكن خلينا نقول هو خد مان اوف ذا ماتش، احنا مش ببساطه كده هنجمل في لعيبتنا ونقول لا ده لعيب كان شايل المباراه وكان دوره دور قوي. عبد الرحمن خلينا نقول النهارده كان عنده اكثر من انقاذ ولا اروع من كده، في لحظات انت محتاج يكون عندك انقاذ بيدي ثقه بشكل كبير جدا للاعبين ان في اثناء الحاله الهجوميه لما يبقى انت واخد الكوره مرتده بعد ما كسرت هجمه للفريق المنافس عن طريق حارس المرمى بتاعك، وقماشه قويه جدا شايفينها من حراس المرمى مش بس عبد الرحمن، خلينا نقول كمان مؤمن حسام كان بينزل، وفي ركلات الترجيح كان ليه دور. خلينا نقول حلقه اسره خلينا كده في كل حته في مباراه تلاقي دايما حراس المرمى والمدرب بتاعهم بيبقى فيه كده نوع من انواع العلاقه المختلفه عن باقي اللاعبين. حماده الروبي بيدرب بشكل كويس جدا، مخلي اللعيبه بتاعته بيلعبوا كل واحد فيهم مباراه تلو الاخرى، بيبدلوا عشان ما يبقاش عنده ارهاق في لاعب، وكل مباراه بتلاقي كل حارس عند الموعد يقدر يشيل منتخبه ويقدر يخلي الحاله معنويه كبيره جدا لكل اللعيبه. منتخبنا النهارده ابتدى الشوط الاول لحد الدقيقه 6 هو اللي ضاغط، جاب 4 اهداف، ما قدرش المنتخب السلفاني يحقق شيء، تسيد المباراه بشكل كبير جدا حتى نقطه النهايه. ممكن يكون عندك سوء توفيق، ويمكن زي ما قال مؤمن معانا كده بدينا الشوط الثاني عندنا ثقه كبيره بعد فرق الاهداف اللي كانت موجوده من الشوط الاول اللي تعدد الضعف، كان 16-8. قدروا شويه كده ان المنتخب السلفاني ان يخترق الحالة الثقة دي ويبقى عنده تقارب في النتيجة، وصلت لحد 19-17، ولكن سريعا ما كابتن ماجد أبو المجد تدارك الموقف وخدنا وقت مستقطع عشان نقدر نوجه لعبتنا مرة تانية، ورجعنا وبدأنا نرجع ونركب المباراة، وكان عندنا حالة من الثقة في لاعبينا إن يقدروا يوصلوا للنهاية بهذا النتيجه اللي عبروا بيها لدور الثمانيه. حسن وليد احد نجومنا الموجودين معانا دلوقتي عبر هدف من مقدونيا، خلينا نقول له مليون مبروك يا حسن وشرفتوا مصر. حسن وليد يا نجم مليون مبروك وشرفتوا مصر. الله يبارك فيك يا باشا. قول لي كده شعورك ايه بعد المباراه وفوزك وكل الناس بتتابعك وبتشاهدك وفي مصر هنا؟ مش عايز اقول لك انقل لك الحاله اللي انا واحد كمصر معاك دلوقتي سعيد جدا وفخور جدا برجالتنا اللي قدروا يحققوا النتيجه دي. والله الواحد مبسوط الحمد لله، ده يعني الحمد لله بس خلاص يعني احنا المفروض قفلنا الصفحه دي عشان بكره الماتش خلاص بعد دور الثمانيه ان شاء الله، ولازم بقى يعني نقفل الصفحه دي ونركز في اللي بعدها ان شاء الله. ده منهج كويس جدا، يعني احنا لازم نفكر في المستقبل. خلينا اكيد طبعا دلوقتي طموحات المصريين كبرت معاكم قوي بالانجازات اللي انتوا بتعملوها اللي احنا نشوفه في النهايه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الحمد لله. قول لي كده يا كابتن مجدي ما بين الشوطين قال لكم ايه في ظل ان انت عامل يعني دبل سكور على الفريق الاخر المنافس، قال لكم ايه ما بين الشوطين؟ هو قال لنا بالظبط ان احنا ما يحصلش زي ماتش المجر، وان احنا بنتخطف في اول 15 دقائق كده بنبقى نازلين ضامنين شويه. حسن عفوا من احد النجوم اللي كانوا معانا، خلينا نقول لكم الحاله اللي بتبقى عايش فيها الجهاز الفني والتركيز اللي عايشين فيه في ان هو يفكر في نقطه بكره دي ويقفل صفحه النهارده من سلفانيا بكل ما فيها، ما عدا اكيد طبعا الدروس المستفاده اللي يمكن قالها لنا واللي لنا كابتن مجدي قالها ما بين الشوطين. ما نتخطفش في الشوط الثاني، بيبقى عندنا فارق في النقاط، خلينا يبقى عندنا شويه اداء فيه تركيز عشان نقدر المباراه ما تهربش مننا ونقدر نلمها مره ثانيه. ده شيء يعني خلينا نقول ان في تحفيز وفي تركيز من اللعيبه مع الجهاز الفني للاخطاء اللي ممكن بيقع فيها زي ما احنا قال كده حسن. قال لنا كنا في المجر نزلنا عندنا ثقه شويه، اتخطفنا في اول 5 دقائق 10 دقائق، كابتن مجد اكد على دي في اول الشوطين النهارده لما كان عامل دبل سكور. مش معناها ان خلينا ان عندنا ثقه يبقى احنا نخش خلاص يبقى الموضوع منتهي وبالنسبه لنا المباراه سهله ابدا، كل مباراه بيبقى عندها حيثياتها وكل شوط بيجيب. نروح لنجم تاني من نجوم منتخبنا ياسر محمد، اهلا بيك يا ياسر ومليون مبروك. والله يبارك حضرتك ربنا يخليك. ياسر قول لي ايه شعورك دلوقتي والمصريين كلهم بيتابعوك وبيشاهدوك على شاشه تايم سبورتس والمباراه الموجوده وانجاز بتحققوه من ذهب لجيل، فعلا هو جيل من ذهب متستنيين منكم الكثير. الحمد لله احنا راضيين عن نفسنا لحد دلوقتي، يعني اللعيبه كلها عليها وكله ليه هدف ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله، يعني كل اللعيبه مركزه لسه، احنا اللي جايين عشان ما نخلصش، دي مجرد خطوه ناحيه البطوله وناحيه كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله هنركز على ماتش بكره من دلوقتي، لسه الفرحه يعني مش هنفرح دلوقتي عشان طبعا احنا كل اللاعبين كانت متصاعده على منتخب الشباب، يعني وصلت الصوره ووصلت الحماس ان احنا يبقى لينا هدف ان احنا فعلا جايين ناخد البطوله، جايين نلعب ماتش او ماتشين وخلاص الموضوع خلص. لا احنا مستوانا قريب احسن من الفرق كلها بتاعت اوروبا، واحنا جايين وصلنا لحافز كل الناس، يعني احنا فعلا احنا نقدر ناخد البطوله مش جايين نشوف او حاجه يعني. تمام. قول لي بقى شعور اللعيبه ايه دلوقتي بعد احراز فوز النهارده، وطبعا زي ما احنا بنقول قفلنا ملف مباراه اليوم بنركز في مباراه بكره، لكن في اكيد شعور كده انتوا بتبقى حاسين ونشوه موجوده قدامكم ننقلها لكل المصريين كده. طبعا اللعيبه كلها فرحانه ولسه عندها يعني بمعنى بالبلدي يعني ان هي لسه جعانه عايزه تكسب تاني، لسه الطموح ما وقفش، لسه الهدف ما وقفش، فاللعيبه فرحتها دي بتحولها ان هي تبقى تزود الهدف والطمع في المكسب كمان، واللعيبه كلها مستنيه المباراه الجايه عشان تحقق الهدف كمان ده. واحنا طموحنا معاكم وراح لابعد نقطه، وان شاء الله خليني اقول لك كل المصريين هنا بيدوكوا كل التحيه، بيقولوا لكم يوم مبروك، وانقلها لكل زمايلك رجاله منتخبنا، منتخب الناشئين لكره اليد. خليني اقول لك كل السعاده موجوده. انا شكرا ليك يا كابتن ياسر محمد، احد نجومنا، نجوم منتخبنا، اللي كان مشارك مع منتخب الشباب وشاف لحظه التكريم وشاف قد ايه المصريين كانوا سعداء باحراز برونزيه منتخب الشباب. لكن المره دي عندنا ان شاء الله طموح اكبر وابعد، الى ابعد نقطه كمان، الا وهي نقطة مباراة النهائي، وإن شاء الله يكون اللقب مصري. مباراة كانت ولا أروع من منتخبنا النهاردة، مباراة ممكن زي ما احنا بنقول فيها دروس مستفادة كثيرة جدا، وكابتن مجدي كمان كان بيأكد عليها، ألا وهي بدايات الشوط الثاني في الثقة اللي كانت عندنا إلى حد ما ممكن تكون شوية كانت سلبية، في إن أنت ما عندك عقم تهديفي وقدرت سلفانيا تقرب، ولكن في النهاية أهم حاجة في الدرس ده اللي أنت تقدر تتعامل معاه. قدرت رجالتنا تتعامل معاه ووصلوا لبر الامان، وصلوا لدور الثمانيه، قفلوا ملف سلوفينيا، ولكن احنا هنا هنعيش نشوه الفرحه بتاع الفوز هذه المباراه وصعدنا لدور الثمانيه. بيركزوا دلوقتي عندهم مباراتين، مباراه مهمه جدا ما بين اليابان وايسلندا، هي المباراه اللي يمكن احد اطرافها اللي هيحسمها هو هيكون الطرف الاخر في مباراه منتخبنا الوطني في دور الثمانيه. ان شاء الله على الارقام وعلى الورق كلاهما ان شاء الله نقدر نعملهم، ولكن كل مباراه لا تعترف الا بالعطاء في قلب الملعب. رجالتنا عندهم القدره بعزيمتهم الموجوده قدامنا، واحنا بنسمعهم واحنا بنشاركهم فرحتهم، عندهم تركيز، عندهم الى حد كبير جدا وعي قد ايه كل المصريين بيشاهدوهم هنا معاكم على شاشتكم تايم سبورتس، عندهم طموحات كبيره جدا معاهم ان يوصلوا ابعد نقطه وهي نقطه النهايه. ده الى حد ما مطمئن جدا لينا. التركيز اكيد مطلوب، قفلوا الملف ده حاجه كويسه جدا عشان يشوف ملف بكره مباراه الغد ان شاء الله تكون هي ابتسامه جديده ترسم على وجوه المصريين اللي بيتابعوها. ممكن كره القدم ما تكونش هي رسمه الابتسامه في بطوله الامم الافريقيه، كره اليد تقدر تعملها برجالتنا وشبابنا الموجودين في مقدونيا. خلينا اقول كل رياضه ليها انجاز اكيد بتحسب ليه سجل الرياضه المصريه. كل المصريين اللي كانوا زعلانين شويه مع عدم احرازنا نتيجة إيجابية في كرة القدم، لكن كرة اليد قدرت تعمل ده. أي منتخب يقدر يرسم الابتسامة على وجوه المصريين نرفع عليه القبعة ونهنيه، وهنكون في خلفه وأكيد، وهنبروز كمان إنجازه ده عشان يبقى حافز لكل المنتخبات وكل اللاعبين في الألعاب الفردية، يبقى عندهم القدرة فيما هو قادم إن شاء الله يحققوا إنجاز يرفعوا بعلم مصر. دايما مصر تستاهل مننا الكثير بالجهد والعمل، تستاهل مننا نرفع علمها خفاق في المحافل الدولية. ايه المانع؟ عندنا دلوقتي كل حاجه مسخره لينا، كل حاجه موجوده كبنيه تحتيه كفكر، وخلينا اقول كده ما بين قوسين مدير فني صنعه في مصر، مدير فني وطني هو اللي بيقود منتخبنا سواء للشباب او للناشئين ان شاء الله لانجاز رياضي. خلينا نقول كل منتخب مصري بيقوده منتخب شباب بيبقى عنده قدره كبيره جدا من انه يترجم مجهود وعطاء اللعيبه دي من وطنيته وحماسه. معانا دلوقتي المدير الاداري لمنتخبنا الوطني كابتن محمد عبد المنعم. في البدايه مليون مبروك يا كابتن محمد، احد الجنود المجهوله اكيد بيقوم بدور كبير جدا. حبيبي ربنا يخليك يا رب، ببارك للشعب المصري العظيم، واحنا في عيد الاضحى، والف الف مبروك، وان شاء الله نفرحكم بكره بالتاهل لقبل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله انت عيطت علينا باحلى عاديه يعني يا رب، ودايما دايما كرة اليد هي مصدر سعادة للجمهور المصري. إن شاء الله هنكمل بأمر الله، إحنا معيشين اللعيبة في أجواء النهائي بأمر الله، أقل حاجة هنرجع بميدالية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله طموحاتنا زادت معانا. اللحظة دي دلوقتي وبأمر الله هتترجم في الملعب، وهنفرحكم ان شاء الله. قول لي اللحظه دي انقلها للمصريين اللي يمكن بيشاهدونا دلوقتي عبر اثير شاشتنا تايم سبورتس، اللي عايزين يعرفوا ايه الاجواء اللي بتحصل، مش قادرين نصورها دلوقتي، ولكن انقلها لنا بعين حضرتك. الاجواء دلوقتي تمام، فانا احنا ممكن اي راي سلبي ياثر على تمام، وهو من غير ما يقدر يحطم لنا لعيبه، فاحنا يعني الجانب ده احنا شايلينه تماما، بعدينهم عن السوشيال ميديا واي اراء اي حاجه في السوشيال ميديا صحيح. عشان اللعيب يفضل معانا، ما هو عازلينه تماما عن الموضوع ده خالص. تمام. مساله النوم والصحيان والمحاضرات ده كله ما فيش اي مشاكل فيه، وده كل قائم بشكل زي ما احنا بنقول كده زعلان بالساعه. هو ما فيش حد معاه موبايل ولا منبه، انا من بدري قبل الفطار بنص ساعه نصحى نبدا يومنا في تمرين في محاضره جامعه صحيح، لكنه سكن بالظبط. هو معارض. يعني اجواء التركيز كلها مهيئه. الحمد لله احنا تعبنا قبل البطوله. اتفضل. اجواء التركيز كلها مهيئه من نوم ومن راحه ومن فصل عن السوشيال ميديا اللي ممكن يكون فيها سلبيه. ايه تاني في المعسكر ممكن بيدار ناخد منه اسباب النجاح حابين نقولها لكل المتابعين؟ لا والله واحنا اصلا قبل كاس العالم احنا تعبنا، لان احنا تجميعات المنتخبات الهاندبول بنقعد فترات طويله مع بعض، يعني ممكن يومين بس في الاسبوع اللعيبه بتروح بيوتها، لكن باقي الاسبوع بيبقى احنا متعايشين مع بعض. صحيح. فطار غدا عشاء طول اليوم، وحدتين تدريب على الاقل، غير الجيم غير تراك، معسكراتنا الخارجيه نفس الكلام. اللعيبه نصهم كانوا في ثانويه عامه، كانوا بيذاكروا معايا، يعني هم كانوا بيمتحنوا وكانوا يجوا المعسكر بيذاكروا وبيروحوا الامتحان من المعسكر، فكان بيتهم. فاحنا احنا تعبنا، وان شاء الله ربنا هيجازينا على قد تعبنا ده بامر الله، وهنقدر ان احنا نفرحكم، وهتبقى كرة اليد هتفضل هي مصدر صناعه الابتسامه. صح. عايز اقول لكل المصريين هنا معاكم بيدعي لكم اكيد يا كابتن محمد، وكلنا عندنا تفاؤل وطموحات كبيره جدا نروح لابعد نقطه معاكم. اكيد انتوا صناع الابتسامه حتى الان لكل الشعب المصري، سواء منتخب الناشئين او حتى منتخب حبيبي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب، وعيد سعيد عليك. اخر اسئلتي ليك، قول لي كده رجالتنا لما بيقعدوا مع بعض على الغداء، يعني انت لسه بتتكلم معايا طلبه ثانويه عامه، لسه مساله التحفيز الوطني ممكن ما يكونش واصل لكامل هيئته بما ان السن لسه صغير، بيقولوا ايه؟ بيتكلموا ازاي؟ بنرفع عندهم المعامل ده ازاي؟ ازاي يحس بالمسؤوليه اللي احنا شايفينها في الملعب ومترجمه في الملعب بالاداء الرجولي يعني مستميت عشان يقدروا يحققوا الفوز؟ لا هو احنا دخلناهم جو البطوله من الاول، وعرفناهم حجم المسؤوليه اللي علينا، ان البلد مستنيانا. صحيح. وان في فرقه منتخب الشباب فرحنا، وان شاء الله يا رب نوصل زيه او ناخد ذهب بامر الله. احنا معايشينهم في الاجواء دي ان احنا نقدر. انا عارف عارفين كويس امكانيات المنتخبات الاوروبيه، امكانيات عاليه جدا، واحنا سلاحنا هو روحنا، يعني هو المصري دايما بيتميز بقلبه وروحه، لو حضرت بيكسر اي حاجه. صحيح، اتفق معاك. شغالين على حته الروح والقلب والعزيمه، ولكن كامكانيات جسمانيه اوروبا بتتميز عننا، فاهمني؟ احنا عندنا عقل وعندنا روح، عندنا عزيمه، احنا معاك. صحيح. الف مليون مبروك مره ثانيه، وعايزك تبلغ جهاز الفني. اتفضل. وبالروح ننزل نطبق ان شاء الله، يكون الروح دي موجوده بكره في مباراه دور الثمانيه. تحياتي ليك ولكل الجهاز الفني اللي هم اليوم مبروك، وكل المصريين دعواتهم معاكم ان شاء الله، وترجعوا لنا بميداننا ان شاء الله. شكرا لك كابتن محمد. يمكن كابتن محمد زي ما قال لنا الصوره المهمه جدا من المعسكر، حتى التركيز فيه نقطه مهمه جدا لازم نحط تحتها يعني 100 خط، الا وهي الالتزام في المعسكر. مساله الموبايلات، مساله السوشيال ميديا اللي ممكن تاثر سلبا على اللاعبين حتى ان لم يكن تكون محقق نتيجه ايجابيه. دايما كده عندنا بعض الاقلام اللي بتحب تجتهد في ان هي تكون مختلفه عن السرب، وتكتب بطاقه سلبيه وتبعت برساله سلبيه للاعبتنا. قدروا يحققوا المعادله الصعبه ان انا اعمل كنترول، مفيش سوشيال ميديا، واتمنى يكون ده في كل منتخبات. درس لازم نستفيد بيه المعسكر، البودي يكون فيه تركيز، وده اللي حاصل حتى الان. يا رب ربنا يحفظهم من كل شر، ويكون هذا النتاج الجيد جدا من تركيز ومن مجهود بيبذل على ارض الملعب، نهايته يكون في ابعد نقطه وهي نقطه المباراه النهائيه، ويكون اللقب ان شاء الله لاول مره يكون مصري من نصيب الابطال. اللي هستاذنكم نقول اسمهم اسم عبد الرحمن حميد، ده يمكن نجم مباراه اليوم، ومؤمن حسام، ومازن رضا، ابراهيم السيد، وعمر عطيه، وايضا مهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، محمد سمير، يوسف علاء الدين، ويوسف احمد حسن، وعبد الفتاح علي، في ان احنا نوصل لربع النهائي وان شاء الله منها بوابه النهائي تاني. مليون مبروك لكل مصر، يوم مبروك لكل القيادات اللي فعلا قدرت توصل طاقه ايجابيه لمنتخب للناشئين، يبقى عنده عزيمه ان هو يوصل لمرحله التتويج، وهنا مصر يجي مصر ويتكرم من رئيس الجمهوريه، اكيد حافز كبير جدا. هنروح بقى من كرة اليد لكرة السلة، اللي يمكن يلتقي اليوم منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي مع نظيره الكاميروني في منافسات دور 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، اللي بمباراة اليوم عشان تبقى الفرحة فرحتين والعيدية عديتين، سواء من منتخب اليد أو كرة السلة. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هنكمل سواء حلقتنا النهارده من تايم لاين. برحب بكل مشاهدينا مره ثانيه وجوله في اخبار كره القدم المحليه المصريه وهنبداها مع نادي الزمالك. كان في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس اداره نادي الزمالك انتهى منذ قليل، واعلن رئيس نادي الزمالك انه سوف يتم اعلان على المدير الفني الجديد للفريق عقب مباراه الزمالك القادمه مع بطل الصومال في الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا. وصرح رئيس نادي الزمالك انه تم الاستقرار على اسم المدير الفني القادم للفريق وانه سيصل الى القاهره الاحد المقبل. كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك فتح باب الترشيح في انتخابات النادي لمدة 3 أيام تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد دعا أعضاء الجمعية العمومية لحضور الجمعية العمومية أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل لمناقشة الميزانية أو اقتراح الأعضاء، وبجانب انتخاب 3 من الأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أمين الصندوق وإجراء الانتخابات التكميلية على 4 مقاعد هي أمين الصندوق و3 أعضاء. وجاءت هذه القرارات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل. خلينا ناخد اتصال هاتفي من ناقدنا الرياضي أحمد شوقي للحديث أكثر عن الكواليس الخاصة بالمدير الفني بنادي الزمالك. أحمد أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بيك وكل سنة طيب كل السادة المشاهدين بخير. قول لي الكواليس الخاصة بالمدير الفني، خلاص مين اللي جاي في الصورة، مين تحديدا اللي أصبح هو الأقرب لقيادة الفريق الأبيض في المرحلة القادمة؟ يمكن لغايه اللحظه دي هو ما زالت فرص سيربي ميتشو والمدير الفني أورلاندو بايرت هي الاقرب لتولي مسؤوليه فريق نادي الزمالك خلال الموسم المقبل. ستيفانوفيتش لا حتى هذه اللحظه هو ميتشو، لكن ميتشو هو بيرتبط بعقد مع نادي أورلاندو بايرت وعنده مباراه النهارده. يمكن النهارده حتى الان هو ما تمش ابلاغه بشكل رسمي، يمكن بعد المباراه قد يتم الحديث معه، خصوصا ان هو الفتره دي هو كان بيقول ان انا مركز وعندي مباراه مهمه. يمكن حتى هذه اللحظه لما يتم ابلاغه بشكل رسمي ان هو يفسخ تعاقده مع النادي، هو عنده شرط جزائي مع النادي بتاعه. يمكن هو كان بلغ مسؤولين الزمالك ان هو هيدفع من جيبه الخاص الشرط الجزائي. طب ازاي في ظل ان احنا عندنا دلوقتي في المؤتمر الصحفي قال ان في مدير فني هيجي يوم الاحد، فاكيد محجوز له الطيران ومحجوز باسمه كل حاجه عشان يقدر يجي. خد بالك احنا لسه يوم الاربعاء يمكن كان الخصام الوحيد اللي كان فيه اختلاف ما بين ألكسندر ستيفانوفيتش اللي هو كان مدرب سابق للفريق القادسيه السعودي السنه اللي فاتت، وده الاسم اللي شايفين ان هو يمكن البعض داخل النادي شايف ان هو اسم قوي واسم شاب وعنده طموحات، لكن البعض شايف ان ميتشو في حاله ان هو قدر ينهي اموره بشكل ودي مع نادي عنده الخبرات الافريقيه اكثر، يعني عنده الخبرات الافريقيه وكان درب منتخب اوغندا وكان درب فرقه الاوغندي وكان درب قبل كده الهلال السوداني، عنده اكثر من خبره تساعده ان هو يبقى موجود مع نادي الزمالك. لكن يمكن الامور قد تصطدم انه ممكن النادي بتاعه يتمسك بيه، خصوصا ان كان في بدايه المفاوضات كانوا اتكلموا مع ميتشو لكن وقتها هو ما عرفش ياخد موافقه مبدئيه من نادي الزمالك. شرط الجزائي اللي هو يمكن قد ايه؟ طب يعني حوالي 3 شهور من راتبه، يمكن هو راتبه حوالي 40-45 ألف دولار، يعني حوالي بنتكلم في حوالي 120 ألف دولار ممكن يتم دفعهم. اكيد نادي الزمالك هيشارك فيهم بشكل او باخر، يعني اكيد بشكل او باخر، لكن ممكن هو يديله عقده يتم اضافتها للعقد وبعد كده يتم هو يقدر يدفع الامور دايركت ما بينه وبين النادي بتاعه. كان حصل قبل كده في نيكوشا لما كان بيدرب في الفتره اللي كان بيدرب فيها الفيصل الاردني، كان هو برضه نفس الفكره، هم اللي دفعوا القيمه بتاعته. صحيح. طب هل الكواليس بتاعه التعاقد بتاعه زي دياز مثلا كان بيقول انا عايز 7 من المديرين من المساعدين بتاعه موجودين؟ الاول ايه يعني قبل ما اعرف الكواليس الخاصه بميتشو خلينا اسالك عن دياز، ايه اللي خلى المشكله ان هو ما بقاش خلاص كان اسم مقرب جدا من قياده الابيض؟ ايه اللي عصر المفاوضات في قيادته للابيض؟ هو طلباته بعد ما كان تم الموافقه على ان هو يتعاقد مع نادي الزمالك لمده سنه، ياخد راتب شهري، ياخد راتب سنوي حوالي 2 مليون و200,000 دولار مع 7 مساعدين، تم الموافقه على كل حاجه، لكن كان الشرط اللي اعتبر نادي الزمالك صعب جدا يتم تحقيقه انه ياخد 50% من تعاقده فور التعاقد، يعني هياخد حوالي 1 مليون دولار في ايده اول ما يمسك. طبعا نادي الزمالك شاف ان الامر صعب، قال له احنا يعني بيتم التعاقد تاخد 3 شهور 4 شهور بحد اقصى، لكن انت شهرين على حسب، يعني من 2 ل4 شهور بحد اقصى، لكن انا اديك سنه اديك 6 شهور مره واحده دي هتبقى صعبه جدا. بالاضافه ان هو كان طلب تذاكر طيران 4 تذاكر طيران ليه هو وال7 مساعدين بتوعه، يمكن تم حسابها في المتوسط كده بتدخل في حوالي 800,000 جنيه، فطبعا كده انت بتحمل نادي الزمالك رقم كبير جدا. وقتها الزمالك قال له يعني يا اما تتكلم في طلبات معقوله يا اما الامور هتبقى صعبه، هو تمسك بطلباته وده خلاه بره الحسابات. خد بالك برضه عايز اقول لك ان حتى هذه اللحظه ميتشو مش هو المدير الفني بنسبه 100%، يعني برضه لازم ناكد على النقطه دي. الزمالك المفاجات فيه وارده طبعا. في اللحظات الحاليه بيتم برضه دراسه، يعني هو لسه الموضوع قام بين ألكسندر ستيفانوفيتش وميتشو، ممكن تكون المفاجاه باسم جديد خالص، لكن حتى هذه اللحظه هم الاثنين دول. لكن ممكن افرض نادي الزمالك جاله في الساعات الجاريه اسم كبير، اسم مناسب، طلباته الماديه ممكن تكون قريبه من نادي الزمالك، لكن هذه اللحظه ما بين ميتشو والكسندر ستانوفيتش، لكن الاقرب هو حتى هذه اللحظه ميتشو. لكن العقد الوحيد، لو كان ميتشو ما كانش عنده عقد مع أورلاندو بايرت كان زمانه موجود النهارده في مصر وبيوقع العقد. يمكن النقطه الثانيه، اي مدرب فيهم هيجي باثنين مساعدين. لسه اسالك بقى، هل هيبقى عندهم تمسك بالجهاز كامل وهيكون اعضائه كله لا. منه، ولا هيكون في تطعيم من مدرب مصري هيبقى موجود في الجهاز؟ لا، هيبقى في اثنين مصريين في الجهاز الفني، لان هو المدرب قال ان هو هيبقى، يعني ميتشو قال انا كان هاجيب ثلاث مساعدين، تمام. بعد اللي هم مين بقى؟ اكيد اللياقه البدنيه واحد منهم، تحليل اداء، لا هو قال هيجي مخطط احمال، تمام، احمال، تمام، ومعاه مساعد اللي هو فني مساعد مدرب، بالاضافه لمدرب حراس مرمى. لكن ميتشو تراجع، وبعد كده ما عرف ان مدرب الاحمال اللي موجود في نادي الزمالك دلوقتي هو انطونيو، خصوصا ان هو ليه علاقه طيبه بانطونيو، وهو كان اشتغل معاه قبل كده ويعرفه. قال لهم انا ممكن اوافق على استمرار انطونيو، قد انطونيو برده ممكن يستمر في حاله سانتوفيتش، لان هو حتى هذه اللحظه برده جديده دي حته حراس المرمى، ان هو يجيب مدرب حراس مرمى معاه برده. حتى هذه اللحظه هو ده اللي كان طلباته، ولا بلغ بيهم مسؤولي نادي الزمالك ان هو عايز ثلاث مساعدين. بعد كده ما عرف ان انطونيو، قال لهم خلاص انا ممكن اسمح باثنين، ان انا هم دول اللي يجوا يبقوا موجودين معايا، وبعدها يتم حسم الملف بشكل عام. يمكن انا اتوقع ان ملف نادي الزمالك النهارده بالليل او بكره الصبح هيتم ارسال تذاكر الطيران للمدير الفني، سواء بقى تم الاستقرار على ميتشو او ثانوي. انت يمكن قلت لي كده، يمكن اسم ثالث خالص او اسم مختلف خالص، يمكن فيريرا كان ايه اسبابه، وايه برضه كواليس عدم التواصل في اتفاق معاه؟ يمكن فيريرا الامور الصحيه كانت حائل دون الاتفاق مع نادي الزمالك. فيريرا هيعمل عمليه في كتفه، المفروض ان هو يعني عايز عمليه انه يبتدي يعملها في الاسبوع الجاي، وهياخد فتره تاهيل وراحه تقترب من الشهر، يعني مش متواجد في القاهره قبل شهر اكتوبر. طبعا ده هيبقى صعب جدا. نادي الزمالك عنده مباراه كاس مصر يوم 28، هيلاعب فريق المقصه، عنده السوبر المصري امام الاهلي يوم 18 سبتمبر الجاي. الامور دي كلها هتخليه صعب جدا ان هو يتم الموافقه على انه يجي من جهاز المعارضه. هاخد منك من نفس السياق ده يا احمد، هل مساله المباريات اللي خلاص متلاحقه وقريبه جدا اللي في سبتمبر منها وفي اكتوبر كمان، عدم الاستقرار على المدير الفني الى حد ما بيعمل نوع من انواع البلبله عند اللاعبين، عدم الاستقرار، ممكن يبقى عندهم ازمه في ان هم ينسجموا مع المدير الفني سريعا قبل هذه المباريات؟ يمكن كابتن طارق يحيى قام بدور على اكمل وجه مع اللاعبين، بيجهزهم بشكل كويس في الوقت الحالي، هو قايم بدوره على اكمل وجه. وانا شايف ان اللعيبه اللي انا شفته في الماتشين الوديين، انا حضرت الماتشين الوديين بتوع الفرقه امام فريق شركه اسكان للتعمير، وبعد كده 6 اكتوبر هو بيحاول بيعلى بالمستوى شويه بشويه. الفرقه جيده لشكل كبير، يمكن الناحيه البدنيه محتاجه تجهز شويه، يمكن كان في لعيبه طبعا منضمه بقى لها فتره ما لعبتش او كانت مصابه، لكن انا شايف انه المدرب خصوصا سواء ميتشو او ألكسندر، الاثنين لما اتكلم معاهم مسؤول نادي الزمالك لقوا انه عندهم علم بالفريق، عندهم بالقوام الاساسي بتاع الفريق، بالعناصر. يمكن حتى ميتشو كان بيتكلم مع بعض المقربين منه، بيقول لهم انا عارف الفرقه وعارف الصفقات وعارف هم بيعاقدوا مع مين، لان انا اصلا هوايتي ان انا ابص على الفرق الافريقيه، ونادي الزمالك من كبار افريقيا، فانا عارف كل الامور الخاصه بنادي الزمالك، فمش هيبقى عندي مشاكل كبيره في ان انا اتعرف على الفرقه. وشايف ان فتره 14 يوم او 13 يوم هيبقوا قبل كفيل ان هو يتعرف على الموضوع. طيب اخر اسئلتي ليك بقى، مين في ظل ان الجاهزين ما عندهمش ومانع ان يكون في عناصر من ابناء نادي الزمالك في الجهاز، مين الاسماء المرشحه؟ هل وارد نشوف كابتن طارق الى مرحله ما يكون مكمل، او نشوف اسماء ثانيه، ومين الاسماء المرشحه؟ دي هيتم حسم الملف طبعا اول ما يتم استقرار على المدرب والتاكد خلاص من طلباته النهائيه ان هم اثنين مدربين او ثلاثه مدربين. لكن ايمن عبد العزيز عنده فرصه كبيره انه يكمل مع الجهاز الفني، تمام. يمكن برضه اتقال اسم وليد طلع عبد اللطيف، اتقال اسم احمد سمير. بالنسبه لكابتن طارق يحيى حتى هذه اللحظه هيبان المدرب جايب مع مين. يمكن ستانوفيتش ما قالش مين الثلاثه اللي معاه، لكن لو كابتن طارق ما اظنش انه هيبقى ثالث في حاله التعاقد مع ميتشو، لان ميتشو جايب معاه مساعد فني، هيبقى الموضوع ممكن يبقى صعب شويه. لكن انا شايف بشكل عام ان الوقت الحالي الجهاز الفني للزمالك اللي موجود دلوقتي بيأدي دوره على اكمل وجه. عندهم مباراه يوم الجمعه امام فريق حكا بطل الصومال في برج العرب. يمكن الفرقه النهارده هتتوجه الاسكندريه عشان خاطر تذكر في معسكر قبل المباراه، عشان خاطر الحفاظ على تركيز اللاعبين. بشكل عام المباراه دي الفوز فيها هيبقى مؤشر جيد على اللي هيحصل في نادي الزمالك في الموسم. احمد، المباراه القادمه اكيد مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك في اول انطلاقاته، الدعم الجماهيري، التذاكر هتبقى فين؟ هتبقى مخصصه لاعضاء فقره، دعوات لاعضاء مجلس عفوا اعضاء الجمعيه العموميه، ولا تذاكر بشكل عام؟ والاعداد انحصرت في كام من موافقات الامن؟ الموافقه الامنيه 10000 تذكره، تمام، بدا مساء اليوم في مقر نادي الزمالك بشكل في شارع الملك فاروق في جامعه الدول العربيه داخل مقر النادي. هم 10000 تذكره، ولن يتم طرح اي تذكره في اسكندريه. 10000 تذكره هيكونوا في القاهره، هم بالكامل في القاهره، يعني مش في استاد اسكندريه زي ما احنا بنشوف يمكن في الاهلي او الزمالك قبل كده كانوا بيبيعوا في نادي في استاد الاسكندريه. لا، ال 10000 تذكره سيتم طرحهم في ملعب في مقر نادي الزمالك بميتشو ان شاء الله. شكرا احمد، قلت لنا كل الكواليس، كنا سعداء بوجودك معانا. ضمن النقد الرياضي احمد شوقي قال لنا كواليس كتير جدا عن نادي الزمالك، عن المرشحين. لسه حتى الان يستقر مجلس اداره نادي الزمالك على الاسم الخاص بالمدير الفني اللي يقود الفريق الابيض في المرحله القادمه نادي الزمالك. اكيد نتمنى للانديه المصريه التوفيق في المباريات الافريقيه. خلاص عنده مباراه مع بطل الصومال يوم الجمعه، نتمنى له التوفيق بقياده الكابتن طارق يحيى. نروح من النادي الزمالك للنادي الاهلي، من القلعه البيضاء للقلعه الحمراء. النادي الاهلي بينهي مسؤول النادي خلال الايام المقبله اجراءات سفر اللاعب مؤمن زكريا لاعب الفريق الى المانيا لخوض برنامج تاهيل هناك للتعافي من الاصابه اللي بيعاني منها. لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامل حسين ايقاف احمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5000 جنيه بسبب سوء السلوك الغير رياضي تجاه الحكم المجري كاراكو الذي ادار قمه الاهلي والزمالك في ختام الدور الموسم الماضي. ولسه هنتكلم شويه عن مساله العقوبات اللي لسه ارقامها الى حد كبير جدا ضعيفه، بتخلي في فرصه من التفاوت. وكنا سمعنا ان في من اداره الاتحاد القائمه حاليا تعديل في بعض البنود واللوائح، العقوبات لردع اللاعبين او اي حد يخرج على النص. حكم مباراه طرد اللاعب بعد دفعه واعتراضه على احتساب خطا ضد النادي الابيض في المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف دون رد، احرزه طبعا النجم علي معلول نجم نادي الاهلي. في نفس الاتجاه استقرت لجنه المسابقات اتحاد الكره بالتنسيق مع لجنه الحكام برئاسه الكابتن سمير محمود عثماني لمهمته ثقيله جدا، ونتمنى له التوفيق فيها. اقوى المتعه الكرويه اللي يمكن كلنا بنتمناها. استقر كمان مسؤول اتحاد الكره على خصم 150 جنيه من كل مدرب من مدربي فريق 150000 عفوا من كل مدرب من مدربي الدوري الممتاز لتفعيل مشروع التأمين على المدربين الموسم القروي الجديد 2019-2020. وكان اتحاد الكرة قد شكل لجنة شؤون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة، ومهمتها مراقبة عملهم مع عدم السماح للمدير الفني بفسخ تعاقده من جانبه مع أي نادي بالتعاقد في ذات الموسم مع آخر في المسابقات ذاتها. كما ستتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم اختيار الأندية باللائحة، ولن يسمح باستخراج البطاقات المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن وثق عقده في الاتحاد المصري لكرة القدم. ودي نقطة مهمة جدا 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 كنا بنعاني منها، مسألة المدربين اللي بينتقلوا عادة لأكثر من نادي في الموسم الواحد، وأيضا إن بيكون في مدير فني بيمشي من غير ما ياخد حقوقه. كانت أزمة موجودة تداركها الاتحاد المصري حاليا بعمل لجنة المدربين. كما وجه كمان اتحاد الكرة تعليماته لجميع فروعه من خلال خطابات رسمية من أجل إخطار الأندية التابعة لها لكل فرع بضرورة توثيق عقود المدربين الفنيين والمديرين. ومدير الكرة بالاتحاد بيتمكنوا حتى يتمكن من استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019-2020 في ظل نظام تذكرتي. لازم هيكون في ايدي عشان يقدر يخشوا، فمش هيقدر ياخد الاي دي ده غير من خلال توثيق عقد. على ان يكون رسم توثيق العقد هو نسبته من التعاقد، وهي نسبه 3% من القيمه السنويه للتعاقد تسدد بخزينه الاتحاد عند التوصيف. يمكن دي كانت اخبارنا المحليه. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هنستكمل سويا ما تبقى من حلقتكم النهارده من تايم لايف. برحب بحضراتكم من جديد. يمكن زي ما شفنا في التقرير مباراه النهارده كل المصريين وعشاق مو صلاح بينتظروها ان شاء الله. محمد صلاح نجمنا هيخوض فريق ليفربول النهارده في مهمه صعبه جدا للغايه امام تشيلسي في كاس السوبر الاوروبي، المباراه اللي هتكون في تمام 9:00 مساء بتوقيت القاهره. محمد صلاح ليه حظوظ كبيره جدا، وطبعا احنا بنقول كده بلغه الكره كعب على تشيلسي تحديدا. يمكن احرز فيه 5 اهداف من قبل مع الفرق المختلفه اللي لعب لها محمد صلاح ان شاء الله يكون النهارده السادس ويكون لهم حظوظ في الفوز بالتاكيد. خلينا نروح اكتر وتفاصيل وكواليس كثيره جدا عن مباراه اليوم مع زميلنا الناقد الرياضي المهتم بالكره العالميه احمد العريان. اهلا بيك يا احمد وكل سنه وانت طيب. اهلا بيك زميلي فتح الله واهلا بكل المشاهدين وكل سنه وانت طيب والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير. وانت طيب. يمكن النهارده ابتسمت لنا سعاده وفرحه للمصريين في رابع ايام العيد بفوز منتخب كره اليد. النهارده كمان عندنا لقاء لمو صلاح النجم المصري اللي كل عشاق مصر بيتابعوا كره القدم الانجليزيه تحديدا، عشان محمد صلاح النهارده يقدر يفرح المصريين في مباراته امام تشيلسي، وخاصه زي ما احنا لسه قايل كعبه عالي شويه على تشيلسي. بالتأكيد زي ما انت بتقول كده بداية اليوم كانت جميلة بفوز لمنتخب الشباب لليد، ونتمنى يكون ختامها أيضا جميل للكرة المصرية بإضافة محمد صلاح لإنجاز جديد يحسب للكرة المصرية بشكل عام وليه هو بشكل خاص. ليفربول قدام تشيلسي أعتقد زي ما انت بتقول كده ليفربول كفته أرجح النهاردة نظرا لمستوى الفريقين في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي أو صحيح. في الفترة الأخيرة، وكمان محمد صلاح من بيحب يسجل في تشيلسي سواء لما كان في بازل او لما كان في روما او حتى وهو في ليفربول كعبه عالي على تشيلسي يعني. 5 اهداف يمكن في جعبته امام تشيلسي ونتمنى يكون السادس النهارده. خلينا نشوف الدوافع الموجوده عند الفريقين. زي ما انت بتقول لامبارد دلوقتي في اول قياداته خسر بفرق 4 اهداف امام مانشستر يونايتد، ودي كانت هزيمه كبيره جدا في اول انطلاقه ليه. حابب النهارده اكيد يعيد حساباته مره ثانيه عشان بلغه الكره ما تهربش من الامور في بدايه الموسم مع اللاعبين. وعلى الجانب الاخر عندك ليفربول واليسون بيكر حارس المرمى العملاق البرازيلي اصابته اكيد مؤثره بشكل او باخر على ليفربول. كلاهما من الدوافع ترجح ان يكون عنده حافز لهذه المباراه. هو بالنسبه للحوافز فاكيد موجوده عند الفريقين يعني ليفربول فوزه النهارده هيجعله الفريق الاكثر تتويجا بالبطولات في انجلترا بشكل عام تفوقا على مانشستر يونايتد. طبعا ده حافز مفيش اكبر منه. صحيح. المقابل تشيلسي فرانك لامبارد بيسعى ان هو يحقق اول لقب ليه كمدرب، وتشيلسي بيسعى ان هو لبدء الموسم بشكل جيد بعد البدايه المخيبه امام مانشستر يونايتد في الجوله الاولى في الدوري الانجليزي. فالدوافع هتكون حاضره بقوه عند الفريقين، ولكن لو بصينا بقى من ناحيه المقومات الفوز موجوده عند مين بشكل اكبر. اعتقد ان على الورق ربما يكون ليفربول هو صاحب المقومات الاكبر. ليفربول فريق مستقر هو بطل دوري ابطال اوروبا الجميع بيوصل واللقب الاعلى كثيرا من الدوري الاوروبي يعني. بالظبط طبعا والعديد من الناس بيصنفوه كواحد من اقوى 4 فرق في العالم حاليا. ليفربول فريق متكامل حتى في غياب أليسون بيكر. طبعا أدريان حارس يعني حارس جيد لديه من الخبرات الكثيره في الدوري الانجليزي، ولكن هو في اخر موسمين ما كانش بيلعب بشكل اساسي مع ويست هام. كان جاي على اساس ان هو هيكون حارس بديل في ليفربول، فوجئ في اول مباراه ليه ان هو بيقولوا له سخن وانزل، ولكن ظهر بشكل معقول في المباراه اللي فاتت، واعتقد مش ان هو اللي هيكون الثغره اللي هي تخسر ليفربول يعني. وبالتالي اعتقد ان كفه ليفربول هي الارجح في المباراه، وان كان طبعا اي مباراه نهائيه على لقب معروف ان هي لا تخضع كثيرا للمعطيات دي، وعلى الملعب بتحصل حاجات ثانيه. التوفيق والمجهود وكمان الاداره الفنيه. يورجن كلوب يمكن عنده خبرات كثيره في البطولات، دلوقتي اصبح من المدربين الافضل في العالم اللي بيقدروا يديروا مباريات نهائيات كبيره جدا. لامبارد يمكن صاعد من القسم الاول او الدوري الممتاز الاول في الدوري الانجليزي، لسه ما عندوش الخبرات دي. الكفه دي ترجح ايضا ليفربول. طبعا فرانك لامبارد في مباراه مانشستر يونايتد حاول ان هو يظهر كل مقوماته كمدرب. تشيلسي قدم مباراه جيده مقارنه بالنتيجه يعني هو خسر 4-0، ولكن سير اللقاء ما كانش معبر عن النتيجه دي تماما. تشيلسي كان ممكن يطلع كسبان كمان في المباراه دي، ولكن النقطه الفاصله كانت في اللقاء ان تحس ان فرانك لامبارد قاد المباراه بتهور، قادها ب تهور الشباب اللي هو دافع بكل اوراقه الهجوميه، انا نازل انا مش خايف من حد انا فاتح صدري قوي. هو ده اللي ادى للنتيجه دي، وده اللي بيندرج تحت بند نقص الخبرات. في المقابل طبعا يورجن كلوب احد اكثر مدربين العالم خبرات حاليا دلوقتي. صحيح. يكفي ان هو اخر 3 سنين بيلعب 3 نهائيات اوروبيه، نهائي الدوري الاوروبي بعدها نهائي دوري ابطال اوروبا بيخسروا، بعد كده نهائي دوري ابطال اوروبا بيكسبوا. فطبعا مدرب على الصعيد الاوروبي مدجج بالخبرات. عشان كده طبعا اكيد كفه يورجن كلوب يمكن تكون ارجح، ولكن النقطه الايجابيه الوحيده صالح فرانك لامبارد اللي هو بيلعب بدون ادنى ضغوط. انا ماسك فريق لسه في بداية لاول مره، بس على عكس برضه هو عايز يثبت ذاته وعايز يثبت ان هو جدير باسم تشيلسي يعني. طبعا ده بدون شك. كثيرا عن مباراه اليوم المرتقبه بين ليفربول و تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي، اللي نتمنى إن شاء الله يكون نجمنا مو صلاح له نصيب من هذه الحفلة ويحرز أهداف وأيضا يحرز لقب لغالي يكون لليفربول. كل مصريين كده على موعد على مباراة ممتعة في الساعة 9 مساء. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نساكن سويا فاكركم ويكان المميزة بعد هذا الفاصل. برحب بكل مشاهدينا مرة تانية وفي فقرتكم المميزة وكان نجمتنا النهاردة واحدة من أهم نجمات لعبة الريشة الطائرة، وهي هادية حسني، واللي كان شعارها وكان، وهي بتفرض نفسها بين قائمة أفضل الرياضيين في مصر. هادية حسني كان شعارها وكان، وهي بتحترف لعبة الريشة الطايرة بعد ما مارست ألعاب الجمباز والاسكواش والفروسية، إلا أنها حققت الإنجاز بلعبة الريشة الطايرة. وبشعار وكان مثلت هادية حسني مصر في الأولمبياد مرتين بدورتي بكين 2008 ولندن 2012، وبنفس الشعار وكان حققت هادية المركز الثالث للبطولة الجمهورية، ثم أصبحت أول الجمهورية باستمرار قبل أن تقوم بطلة أفريقيا أيضا. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن نجمتنا النهاردة هادية حسني ونرجع مرة تانية. هادية حسني كان شعارها وكان في مسيرتها المميزة كلها بطولات، ولسه عندها طموحات كبيرة جدا هتحققها إن شاء الله ومزيد من إنجازات الفترة القادمة، وهنروح بكين إن شاء الله 2020. النهاردة حلقتنا خلصت وكان فيها فرحة وابتسامة على كل الشعب المصري بفوز منتخبنا المصري للناشئين بكرة اليد على النهارده سلفينيا ب 30-23. انتوا على موعد على شاشتكم تايم سبورت لمتابعه باقي مباريات البطوله. غدا ان شاء الله في دور الثمانيه لسه لم يحدد الطرف الاخر، ان شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا الوطني. مشجع بلدك على تايم سبورت. حلقتنا خلصت، اشوفكم بكره على خير.